وضعوا سلك شائك حوالين حي العجمي مع جنود وكلاب خارج الحي عشان نعرف. اليهود استعملوا كلمة جيتو لوصف الحي. احنا قبل الصهيونية ما كناش نعرف ايش يعني جيتو. جيتو هاي ما كانتش موجودة عندنا، ما بنعرفهاش الكلمة. حي العجمي هو اكتر الاحياء جنوب مدينة تل ابيب، ومدينة تل ابيب اتطورت شمال مدينة يافا. المنطقة هذه كانت اغلبيتها يهود من ناحية منطقية لتسكير السكان وللسيطرة عليهم ولإبعادهم عن مركز المدينة وعن اليهود. أكتر إشي منطقي كان يسكروهم بحي العجم، أسهل للسيطرة لأنه الحي صغير ومسكر من البحر، ويعني مجال تسكيره أهون بكتير. تانيا يعني بعيد عن مركز المدينة، وعن عشان تعرف معظم الفلسطينيين في الداخل بقيوا تحت حكم عسكري حتى سنة 66. الفلسطينيين في المدن المختلطة ضلوا تحت حكم عسكري بس لأوائل الخمسينات. ليه؟ لأنه اليهود الأوروبيين شكت من وجود جيتو في المدينة، لأنه هم بسبب اللي هم مرقوا في أوروبا ما كان بدهم يشوفوا أكتر جيتو. ولذلك حي العجمي ضل لحد 1950 كجيتو، بعدين بشكل رسمي بطل جيتو. ولكن حرية التنقل ظلت مقيدة حتى بعد ما نزل بجيتو. اليوم فيش أمان، بتقدرش تطلعي من باب داري وتترك داري، بعدين رحت البال على إيش؟ أنت بتعرفي بكرة إيش بده يصير؟ هلا تخيل إنسان زي سيدي، ما أنا سيدي من عيلة فلاحين بسيط، كان يحب يسمع زجل، كان يطلع مرات هو وأصحابه يأخذوا تاكسي من برج الساعة عبيروت يسمعوا زجل. أصبح بده موافقة الحاكم العسكري طيطلع من حي العجم إلى المينا دقيقتين مشي. يافا كانت تبكي. ولذلك حي العجم بيلعب يعني دور تاريخي كبير بعد 48 بحياة اليافيين. اليوم حتى لما خرجوا الناس من الثمانينات خارج حي العجم باتجاه الشرق، بقيت أهمية بالغة لحي العجم تختلف تماما عن كل الأحياء التانية اللي احنا حتى اليوم ساكنين فيها. التعامل معه، التفكير عليه، الشعور تجاه حي العجم يختلف عن كل بقية يافا، لأنه عمليا بعد 48 لحد آخر السبعينات يافا هي حي العجم. أهل يافا ما يدروش يرجعوا بيوتهم وممتلكاتهم بشكل طبيعي بعد النكبة، صف عددهم 3000. 100,000 من يافا السكان هربوا وباقي البلد صارت فارغة من السكان. فيش مقاومة كان في يافا، فبشكل طبيعي تسنحت الفرصة لليهود انه يجوا يقعدوا بكل بيت فارغ بيافا بما يضم كمان يافا القديمة. وبعدين كل البيوت كانت مليانة عفش، عفش غير شكل، من عفش من مؤهن من اشي كله انتهى وراح. فمن 48 ل 67 يافا القديمة كانت مأهولة بالسكان الجدد القادمين الجدد من بلغاريا، معظمهم كانوا وسكنوا هاي البلدة القديمة. كان والدي يقول تغيرت ملكتها، ملكتها مش يعطينها. بال 67 بلدية تل أبيب بيافا اللي هي مسؤولة عن يافا من أوائل الخمسينات، من سنة 1950 بشكل رسمي صارت بلدية تل أبيب مسؤولة عن يافا. فمن سنة 67 أخذت قرار إنه تعمل مشروع سياحي بالبلدة القديمة، أسست شركة بقولولها الشركة لتطوير يافا القديمة، اللي هي ماخذة على عاتقها ترميم كل هذه الضواحي أو الحارات، جزء من عملية تدمير المدينة. وتم إسكان بس الفنانين اليهود، فتم منع أي دخول عربي حتى لو كان مش لاجئ يعني إنه يفوت ويسكن بأحد البيوت هاي. Thank you.
لما احتلوا الانجليز هون البلاد سنة 17 بعدها، وكانوا اليهود المخططين وباتفاق مع الحكومة البريطانية انه، وبتعرفي وعد بلفور انه يأسسوا هون دولتهم، وكانوا يشتغلوا لا على هالخط هذا. لكن فاللي كان ينقص في لدى الشعوب العربية عامة والشعب هنا في فلسطين هو الوعي القومي أكتر إشي. بشكل طبيعي الدول المحتلة حتى لو كانت راكية بدها تحتل الشعب اللي هي احتلته، مش بس احتلال جسدي أو توبوغرافي أو تاريخي، إنما كمان احتلال أدماغ. مثلا المشكلة اللي بتعاني منها يافا اليوم زي ما ذكرت، التربية والتعليم. اليوم اللي بيمشي بالشارع مع موسيقى عالية وبسيارة شوي حلوة بنعد من الشباب الكول، أما الشباب اللي بيقرأوا وبيطالعوا كتب اللي بيتعلموا بجامعات اللي هن أقلية للأسف بنعدوش من هالمينستريم تعنقول شباب اليوم. في تأثير من المنطقة أو من الصحاب أو من لحتى يعني لدرجة إنه في ناس بحس عليها يعني بتستحي تمسك آلة العود وتمشي بالشارع عندنا بيافا لحسن أصحابه يصيروا تمسخروا عليه إنه يعني شو حامل آلة موسيقية وماشي هيك. فللأسف هذا جزء من الانحلال اللي طبق علينا من 48 لليوم. بيافا معروفة إنها مدينة ثقافة ومدينة فن ومدينة إبداع ومدينة يعني كل مقومات الشعب الفلسطيني كانت في مدينة يافا، من صحافة ومن إذاعات، إذاعة الشرق الأدنى وإذاعة الشرق الأقصى. 36 دار نشر كان في بيافا، كان يقال بأن الكتاب يؤلف في القاهرة ويطبع في بيروت ويقرأ في يافا. كانوا الفنانين يجوا من مصر على أساس يشتهروا بيجوا على يافا، أم كلثوم وعبد الوهاب وأسمهان وليلى مراد ويوسف وهبي. فبالتالي إنه يافا فعلا كان لها مركزية قبل 48، ولذلك عملية التهميش كانت مهمة بالنسبة لإسرائيل. عند الند الثاني الصهيوني كان الإشي مدروس ومخطط له ويدرسه من كل جهات. بتلاقي بتتعجب إنكم كيف كانوا بالزمانات مخططين لقيام حكومة، كل إشي كان جاهز عندهم ليرتبوه، مع إنه الحكومة البريطانية الانتداب البريطاني كان مجرم بحق الشعب العربي الفلسطيني. يعني إذا كان زقطوا مع واحد برودة ولا فرد كان من سنة يروح حبس، وكانوا هن يوردوا للهجنة السلاح بوفرة وتمارين العادي كانوا يتمرنوا إشي. فوقتها كانت يعني تقصير من القيادات الفلسطينية، كان في دعاية قوية، والله أعلم اشتركوا الدول العربية كمان. والقيادات العربية في الدول العربية كانت يعني مرهونة لدى الاستعمار الأجنبي. هاي الأحداث جعلت الأغلبية الساحقة من الرجال في حالة اكتئاب صعب وألم، اللي للتعامل مع الألم هذا للأسف اضطر جزء منهم إما لتعاطي المخدرات بالفترة هذيك بالخمسينات كان الأفيون، أو الإدمان على الكحول، أو يعني بسبب العجز على التعامل مع كل النكبة الكبيرة هاي أصبح كل إشي بهون، فأصبحوا كمان يتعاملوا عادي مع الجريمة. هاي الجريمة أجت نتيجة مباشرة للنكبة وفترة الحكم العسكري القصيرة بعد النكبة. الناس يعني مرقت مرحلة يعني اللي هي تراوما جماعية ما كان في عندها أدوات كيف تتعامل مع كل الألم هذا. أنا يعني ما بزنب ولا واحد من الناس هدول ضحايا.
كمية الألم اللي كانوا لازم يتعاملوا معها رهيبة. أنا ما بفكر إنه في مجتمع إنساني بقدر يمرق إشي بحجم النكبة أو أصغر بكتير من النكبة ويكمل يعيش عادي. بنفعش إحنا كبني آدمين نقدرش نعمل إشي من هالنوع. يافا تعتبر هي أقلية الأقليات، يعني إحنا 25 أو 23 ألف نسمة اللي موجودين بين محيط شت يهود اللي هو يقارب المليون نسمة إذا إحنا بنحكي على تل أبيب وضواحيها. فبالتالي إنه تهويد مدينة يافا بالذات يمكن هي تكون بداية لتهويد مدن وقرى فلسطينية تانية. فبالتالي التركيز هو على يافا. للأسف الشديد اليوم أسعار البيوت هي أسعار خيالية، يعني الدار اللي كانت 100-120 ألف دولار اليوم حقها 600 ألف دولار. طبعا البنايات اللي بيبنوها الواحد حتى اللي بده يجي ويشتري دار يعني حتى يتجوز ويعيش بيافا ما قدرتوش يشتري بالمبالغ هاي. فبالتالي رح نلاقي حالنا انه احنا مضطرين انه نسافر او نسيب بلدنا ونطلع على محلات تانية. هذا معناته ترانسفير اقتصادي. هلا انه بال 48 عملوها مع سلاح طردوا الناس، اليوم بيعملوها اقتصاديا. هي السياسه نفس السياسه ما اختلفتش كثير. اليوم هم يعني السوق الحر هم بسموه بيعمل لهم الشغل لحاله، فيش داعي ان هم يجتهدوا من ناحيه عسكريه. حياه امي كانت تحكي لنا على الهجره، كيف تهجروا من يافا لرام الله، كثير مثلها كان عندهم هاي القصص. فهي كل واحد يفاوي بسمع هذه القصص من أهله بشكل طبيعي. كل البني آدمين اللي انت تربيتي معهم متعود تشوفيهم، العيلة، الجيران اللي تعلموا معك بالمدرسة، اللي كان يبيع بالدكان، كل البني آدمين، كل وجوه الإنسان اللي انت كنت متعود عليها تم طردها. وتم يعني إسرائيل أعلنت على الأماكن التي ترضى عليها الفلسطينيين اليافيين دول عدو. تخيلي انت مثلا أخوك طرد لغزة، يعني شو غزة؟ يعني ماشي بنفع تروح على غزة، بس إذا أنت بتسألي شو صار مع أخوك بغزة بتكوني أجريتي اتصال مع دولة عدو. شيء بخوف، يعني فيش حدا، البلد فاضية، كلها مهاجرين يهود من كل الأقطار، من كل شمال أفريقيا، من طرابلس، من مروكو، من تونس، بعدين عندك أتراك، بعدين كان في بلغارية كتير، وكان في كتير من هنغارية، يعني من كل أوروبا الشرقية كانت مليانة. جمعوا يهود من كل العالم وأعطوهم أملاكنا، وبعدين ما كفتش الأملاك دخلوهم على حي العجمي، بعدين ما كفاش حي العجمي صاروا يقسموا نفس البيت لعدة شقق سكنية. تخيل أنت ساكنة ببيت زي هذا ثلاث غرف، بقلب الغرفة هاي ساكن العدو، هون غرفة ساكن فيها عيلة، ويعملوا هيك جنبها تخشيبة من خشب، يعملوا هيك زي مطبخ عندك ببيتك، بفصل بيناتكم حيط وبتستعملوا نفس المطبخ والحمام عشرات السنين. تخيل هذا مش الجيل تبعي، هذا تخيل الجيل تبع سيدي. أول إشي فيش لغة مشتركة، فيش دين مشترك، وفيش ثقافة مشتركة، وهذا العدو قاعد عندك في بيتك، عندك في البيت، ومش بس هيك ما كانش في تسوية، يعني ما تصرحناش بعد الحرب. فتخيلي انت مثلا انه هذا جارك اللي ساكن جنب عندك بنفس البيت بال 56 بيطلع يقتل اخوك بغزة وبرجع على البيت. ولكن انا كل امل انه فعلا نقدر نأثر على السياسة ونقدر نأثر على مجريات الامور اللي موجودة هون اليوم على اساس انه وجودنا يستمر، حتى لو اضطرينا انه نسكن عائلة كاملة في غرفة واحدة، هذا اللي رح يكون، ومش رح نترك بيوتنا زي ما تركناهم بال 48. Thank you.
باعتقادي صار في ثلاث نكبات متعاقبة واحدة وراء الثانية. أولا عندك الحرب بال 48 صار في ناس اللي قتلت، كان في تهجير وتم يعني انقطاع تام بقرار سياسي عن العالم العربي، احنا صرنا ممنوع نسافر على العالم العربي، ممنوع نسأل شو بيصير بالعالم العربي، ممنوع نستورد كتب من العالم العربي. ثانيا وضعونا بقلب حي العجمي بجيتو وخسرنا قدرتنا على التحرك داخل المدينة حتى تبعتنا. ثالثا بيجيكي قانون هم بسموه يهودي وديمقراطي، بالضبط هذا هو يعني القانون، لأن هم قعدوا بالكنيسة تبعتهم صوتوا على القانون، بس فيش عنصرية أكتر منك. تخيلي هذا اسمه قانون أملاك الغائبين. شو هو القانون أملاك الغائبين؟ كل إنسان خارج ملكه أثناء عد الملك، بقول القانون مش كل إنسان، أصلاً كل عربي خارج ملكه، لأنه اليهود رجعوا لها أملاكهم، كل عربي خارج ملكه وهم عم بعدوا البيت واللاجئ بلبنان أو بغزة أو بالأردن، إذا هو ما كانش بالبيت لما كانوا يعدوا خسر الملك. طب هذا مش بس اللاجئين خسروا أملاكهم، الفلسطيني اللي صمد وبقي بحي العجمي وكان ملكه بحي المنشية خسر ملكه بالقانون هذا. هلا أنت تخيل شو معنات هاي نفسيا، إنه أنت يوميا مش بتسمع الملك تبعك، أنت يعني يوميا بتمر من جنب بيتك وفي واحد من العدو قاعد في بيتك وبيستغل بيتك يوميا، وفيش سبب ليش انت كنت موجود يعني، بس بعيد عن بيتك 3 دقايق مشي 4 دقايق مشي، تحت حكم عسكري ممنوع تكون ببيتك نقلوا. طب انتوا اللي طلعتونا من بيوتنا وقت الاحصاء، فكيف يعني انه عمليا القوانين اللي موجوده هي قوانين مش موجود زيها بكل العالم؟ فاذا احنا بدنا نحكي عن سياسه فهذه سياسه اقتلاع 48 ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وهي محاولة تهويد المدينة وإخراج كل سكانها العرب منها إلى أماكن أخرى. لا اختلفت يعني، كان فيها 120 ألف عرب، ما كانش تلاقي الفضاء هذا كله، هذا كل الهدد هذا ما كان مرة ما كان. إسرائيل ديموغرافيا مركزة في منطقة المركز تل أبيب وحول مدينة تل أبيب، هذول حوالي 2 مليون العرب بجنوب مدينة تل أبيب في مدينة يافا هم حوالي 20 ألف، شوية أكثر من 20 ألف وصامدين في المنطقة هاي. يافا هي بلد عربية، هذه كل عربي لازم يعرف الاسم، يافا هو اسمنا. اللي هي مش كتير علمية، ربنا يعني أبدع بشكل يعني أكتر من العادي مرتين، مرة لما خلق يافا ومرة لما خلق النساء، وبعدين يعني أبدع بس أقل. البلد كلها ككل مع مشاكلها ومع الشغلات الحلوة اللي فيها بحبها كتير. بحسها بلد عشان على البحر كمان، تحسيها مفتوحة، بلد تستقبل، بلد بتعطي، يدخلها غريب
بيتعشى وبينام. الجاذبية التاريخية هي اللي بتخليني أحب يافا أكثر من شيء تاني. أنا عشت عز ومجد يافا. يافا كانت المدينة الأولى بكل فلسطين. فلسطين هو مينا يافا. هذه كانت موجودة على فترة طويلة جدا. مينا يافا تاريخيا على مدة آلاف السنين هو بوابة فلسطين. كل من يأتي لفلسطين كان لاحتلال أو كان لتجارة كان المدخل الرئيسي تبعه فترة طويلة جدا هو مينا يافا. هو طبعا أقرب مينا إلى القدس. بفترات معينة بفترة الانتداب أكثر من ثلث مدخول الانتداب البريطاني كان بس ضرائب من مينا يافا. مينا يافا كان لها دور يعني أساسي في كل تطور فلسطين في التاريخ الحديث. اللي أتاح لكل التطور هذا اللي وضع يافا في التاريخ الحديث على الخارطة في العالم هو قضية تصدير البرتقال. أهم عامل في الاقتصاد الفلسطيني وتطور اقتصاد فلسطين الحديث هو قضية تصدير الحمضيات اللي يافا كانت مركزها. وهي المينا على فترة طويلة جدا آلاف السنين كانت مركز تجاري. حتى السوق اللي كانوا يروحوا عليه أهل يافا كنا نسميه السوق الفؤاني. هذا السوق كانوا يبيعوا فيه خضر وفواكه ومن كله. حتى ناس من غزة كانوا يجوا يبسطوا غاد ويترزقوا من هذا السوق. لحديت قبل 5-6 سنين اجوا من البلدية قالوا هذا السوق بدنا نمسحه عشان بدنا نبني غاد مركز تجاري للعرب. انطف لكم من السوق واحسن بيجيب المصاري للبلد بيكون دكاكين احسن من السوق. وهيك بتضح الامر بالاخر انه هذا كله مش إلنا. احنا معتادين انه نروح نشتري من بقال عربي. صرنا صار لأحد البقالة واحد يهودي واحد اللي اجى من برا وهو اخذ البضاعه وهو اخذ الدكان وهو احتل كل شيء. وصرنا احنا مضطرين انه نشتغل معاه ونتعامل معاه ونشتري منه. اهل السوق واللي عنده دكاكين غاد طبعا اعترضوا وطلعوا زي التظاهره صغيره. ما حدا حوقف معهم من العالم. صار يقولوا احسن بيش بدكم وزباله دائما غادوا. لما سكروه بيعوهم دكاكينهم ومسحوا أرض السوق. لحديت قبل سنتين ولم نسمع إنه عملوا مناقصة على هاي الأرض وربحت فيها شركة اسمها بإمونة بهذه الأرض. وهي الشركة طبعا تابعة لمستوطنين اليهود وصار محاكم واستئنافات حتى بالآخر ربحوا بالأرض. حتى قال القاضي اليهود المستوطنين هدول بحق لهم يسكنوا ويبنوا بأي بقعة بالأرض هين. فخسرنا الأرض. اللي عم بيصير إنه مينا يافا كمان عماله يصير كمان هو ده الأغنياء. فكل غني في عنده سفينة ولا يخت مش عارف وين بده يصفها فعماله يستعمل مينا يافا. مينا يافا كمل كمينة تجاري لحد آخر سنوات الستين لما دولة إسرائيل طورت مينا إسدود وطورت مينا حيفا بالشمال. وقفت مينا يافا كمينا تجاري ولكن استمرت فيه الحياة كمينا للصيادين في يافا. وفي هلأ عملية هم بيسموها تطوير أنا باعتقادي تدمير. الآن بتصير تغيير في مينا يافا التاريخي.
بالنتيجة تبعت هذا المشروع ميناء يافا التاريخي بده يصير نوع من مول كبير للدكاكين ولمقاهي وكذا. فمش غريب انه اليوم في اغلبية تبعت يعني يهود بالميناء، في اغلبية تبعت يهود اليوم بكل يافا. التغييرات اللي صارت على مدى السنين عندنا بيافا طبعا بدون شك بتأثر على نفسية البني آدم وعلي أنا شخصيا. مرات بتطلع على أولاد أو شباب معينة بطريقة تصرفاتهم بتحس إنه هذا البني آدم يعني مش نقصه ذكاء، بتحس إنه فيه طاقات وفيه موهبة داخلية، بس بعرفش ليش ممكن الظروف مش هذا يعني البني آدم تحس إنه مش عماله بيستغل موهبته أو الطاقات اللي فيه لشغلات إيجابية، ممكن هو بنجر ورا شغلات اللي هي مش كتير إيجابية أو ممكن نقول سلبية وبظهر مواهبه فيها. يعني إسرائيل دأبت منذ البداية إنه مش تعلم أولادنا، إنه تجهل أولادنا، فعمليا كان أسهل لدولة إسرائيل إنه تتعامل مع ناس جهل مما إنه تتعامل مع ناس مثقفين. والدليل على ذلك إنه أول خريج جامعي كان في مدينة يافا كان سنة 75، وبال 75 شافوا إنه فعلا البيوت عم بدت تنهد، وقالوا إنه لما الشباب هاي المثقفة قامت وقالت إنه لازم إنه إحنا نعمل إشي ونأخذ زمام الأمور لإيدينا ونبدأ نحرك الشغلات. ففعلا اجينا قومنا مؤسسه سميناها رابطه لرعايه شؤون عربيه، فهي المؤسسه فعلا اجت وبدات تعمل مخيمات عمل تطوعيه على اساس انه احنا ننظف الشوارع المهمله. مهمله شوارعنا ما كانتش تتنظف، كانت البيوت اللي تنهدم تضلها في نفس الموقع على اساس انه فعلا يخلوا الناس تيأس وتطلع وتترك بيوتها. فاحنا اجينا بمشاريع اللي من خلالها فتحنا مدارس وفتحنا روضات، اللي احنا قلنا انه سلاحنا هو بعلمنا. وفعلا بس دولة اسرائيل دأبت الى يومنا هذا للأسف الشديد انه